بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا ارحب بحضراتكم معانا في هذه الجولة الكبيرة اللي بدأناها منذ صباح اليوم. والحقيقة يمكن انا اتشرفت ان انا اكون موجود في اطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لإغاثة اشقائنا في غزة، واتكلمنا طبعا على هامش فعاليات انطلاق الحملة. الحقيقة يمكن احنا النهاردة بعديها على طول انطلقنا لجولة في 10 مصانع مختلفة في مدينتي العبور والعاشر من رمضان. والحقيقة يمكن الأهم شيء النهاردة أنا عايز أتكلم فيه وبتكلم فيه مع كل المصريين، اللي احنا بنشوفه النهاردة، ويمكن ده كان توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول لحظة للحكومة، الاهتمام بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص ان هو يقود الاقتصاد المصري في كل المناحي اللي القطاع الخاص قادر ان هو يقود فيها عملية التنمية، وعلى رأسها قطاع الصناعة. ودايما كنا بنتكلم الصناعة متأخرة، الصناعة متأخرة، والصناعة لازم انها تقوم بدور اكبر من كده. النهاردة الجولة اللي احنا بنقوم بيها في 10 مصانع، 95% منهم هو استثمار اجنبي مباشر. حضراتكم بدأنا من العبور، حضراتكم باستثمارات في قطاع الأدوية، استثمار سعودي، بعديها قطاع المنتجات البناء في استثمار لبناني، والنهاردة بعد كده انتقلنا إلى العاشر من رمضان في استثمارات بدأناها استثمار صيني، إيطالي، تركي، وحنكمل بعد كده في استثمارات إماراتية وجنسيات أخرى طبعا جنب المصريين. أنا عايز هنا أتكلم على حاجة مهمة جدا، الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي داخلة هي تعي تماما هي بتحط استثماراتها فين. واللي حضراتكم شفناه النهاردة يا إما استثمارات جديدة خالص زي المصنعين اللي تفقدناهم في بداية الجولة في العاشر، اللي هم مصنع هاير الصيني ومصنع بيكو التركي، ودول على فكرة من المشروعات اللي خدت رخصة ذهبية، وفي خلال أقل من 6 شهور حضراتكم شفتوا المصنع طلع وبيتكلموا على بدء الإنتاج في شهر فبراير ومارس الجاي. يعني في أقل من سنة المصنع هيكون بيشتغل وبينتج وبيصدر، وبيتكلموا الاتنين على حاجة مهمة جدا، هو مش واخد مصر علشان يعمل مصنع لمصر، ده بيعمل مركز إقليمي لمنتجاته تخدم على الشرق الأوسط وأفريقيا كلها. وده ما كانش ممكن يتحقق إلا إذا كانت الدولة مركزة معاهم، بتذلل لهم الصعوبات، بتطلع رخصة، بتابع على مستوى أسبوعي مع السادة الوزراء ورؤساء هيئة الاستثمار والجهات موقف تنفيذهم على الأرض. وهم ده اللي بيقولوا لولا اللي احنا خدناه من دعم من الدولة المصرية مش ممكن ان احنا كنا نخلص بسرعة دي، وبقينا بنتكلم معاهم على منتجات جديدة هم بدين. يعني انا عايز بس ادي لحضراتكم مثل اللي هو الخاص بمصنع هاير. هاير دول اكبر منتج على مستوى العالم ل 14 سنة في الاجهزة الكهربائية على مستوى العالم، هو رقم واحد في حجم انتاجه، وما كانوش بفكروا يجوا مصر، ولولا ان احنا قعدنا معاهم مرة واثنين وثلاثة، وعلى المستوى الشخصي بنقعد معاهم ونزلل لهم كل العقبات، بقوا بيتكلموا النهاردة على ان المرحلة الاولى اللي بيشتغلوا عليها هيكلموا على الشاشات، على غسالة، على تكييف منزلي، والاهم تكييف مركزي. التكييف المركزي ده عملية شديدة التعقيد، كل ده هيطلع في منتج المرحلة الاولى. واتكلمت معاهم ان زيادة الانتاج بتاعهم مع زيادة الانتاج وان هم يغطوا السوق المحلي بالكامل، احنا هنعمل لهم كل الحوافز الداعمة ليهم. انا بتكلم هنا ده مش فقط لدول، لكل المصانع اللي حضراتكم شفتوها. الهدف بتاعنا كدولة النهاردة كل ما بنشجع مصنع جديد يطلع ويقلل فاتورة الاستيراد ويقلل الطلب على الدولار، احنا بننجح في كسر المشكلة والازمة الاقتصادية اللي لازم كلنا نكون اتعلمنا منها. وانا بوجه هنا كلامي لكل رجال الصناعة المصريين، الازمة اللي موجودة فيها مصر النهاردة هي ازمة عابرة، وانا بقولها لحضراتكم، الازمة الخاصة بموضوع العملة والكلام اللي بيتقال ده كلها ان شاء الله في فترة بسيطة جدا هتخلص، ولكن الاهم هو ما بعد ذلك.
الدرس اللي لازم كلنا نكون اتعلمناه من الأزمة العالمية والأزمة الاقتصادية السابقة واللي بيحصل، إن لابد أن نكون كدولة نملك مقدرات إنتاجنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن. وأنا تاني بأكد الكلام ده لرجال الصناعة الوطنيين، لأن النموذج اللي احنا شفناه النهاردة إن استثمار أجنبي مباشر بيؤمن بقدرات هذه الدولة، بيستثمر مئات الملايين من الدولارات في مصانع في فترة زمنية قليلة. لو بالمنطق يقول لا طب استنى أشوف الدنيا هتروح لفين، لا، هم عارفين هم بيعملوا استثمارات لعشرين وتلاتين واربعين سنة، يعي تماما ان الأزمة دي هي أزمة عابرة وبتخلص، لكن هو عارف كويس قوي ايه امكانيات البلد دي وايه قدراتها، عشان كده هم جم وبيستثمروا هنا. الأهم متابعتنا احنا كمسؤولين معاهم، وده اللي انا كنت بتكلم فيه مع كل زمايلي، وانا على المستوى الشخصي بعمله كل اسبوع، يا اما بنقعد مع عدد من المستثمرين او بنعمل اجتماعات تخص زيادة الحوافز للصناعة وازاي ان احنا نشيل اي عوائق النهاردة لهذا القطاع المهم اللي هو نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ولازم يبقى اكتر من كده بكتير في الفترة الجاية. وهو دي اللي احنا شغلنا شاغل النهاردة، الصناعة الصناعة الصناعة، وازاي ان احنا نغير المعادلة بتاعتنا ويبقى صادراتنا اكتر من وارداتنا، او على الاقل زي ما سيادة الرئيس بيتكلم نغطي احتياجاتنا في السوق المحلي لمصر بخطة واضحة. عشان كده كل مصنع النهاردة بيطلع وكل توسع بيحصل ده بيقلل من الفاتورة بتاعتنا في فاتورة الاستيراد والواردات بتاعتنا. ده هدف ان انا النهاردة امتلك القدرة في الخضم الازمات السياسية والازمات الاقتصادية الكبيرة جدا اللي احنا كلنا شايفينها النهاردة. عشان كده انا تاني بوجه الرسالة، كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والاجانب. احنا النهاردة يمكن بنتكلم مع في زياراتنا مع كل رؤساء المصانع الكبار اللي احنا كلنا النهاردة بنشرف بوجودهم. المصنع اللي موجود هنا احنا فيه النهاردة موجود في ثلاث مدن بيشغل 9000 عامل مصري. المصنع ده بالرغم ان هو اصله في تركيا، ولكن دلوقتي بقى الحجم الانتاج الاكبر هو مصر، وبقى عدد العمالة في مصر اضعاف اللي موجودة في كل المناطق الاخرى. والاهم الخطة المستقبلية لي ان النهاردة 9000 بيتكلم في 20-30 كمان 6 سنين يبقى اكتر من 20000، وبيتكلم على تصدير ب 500 مليون دولار في سنويا، وبينتج هنا زي ما حضراتكم شفتوا افضل المنتجات العالمية للملابس. انا بتكلم هنا مش ده فقط، بتكلم على كل المصانع اللي احنا شفناها النهاردة. هي دي الرسالة، احنا كدولة لدينا الحمد لله القدرة، البنية الاساسية، الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وايضا الدولة النهاردة بكل الحوافز والامكانيات بتدعم هذا القطاع المهم جدا. احنا لسه هنستكمل طبعا الجولة بتاعتنا النهاردة في مصنعين اخرين، ولكن انا حبيت النهاردة ان احنا نتكلم على هذه القضية المهمة جدا، قضية الصناعة، وان لا سبيل لمصر ان شاء الله لنمو اقتصادي. احنا بندعم كل القطاعات، قطاع الصناعة هو الاولوية الاولى لينا كحكومة وكدولة، وان احنا ندعمه. ولازم السوق عشان يكبر، قطاع الصناعة عشان يكبر تدخل استثمارات جديدة. عشان كده النهاردة اللي احنا شفناه حضراتكم شفتوا كلها استثمارات اجنبية مباشرة جديدة بتخلص في شهور مش في السنوات، وبنتابع معاهم كمان خطط توسعات طموحة، لان هو الامل هو قطاع الصناعة اللي احنا كلنا شغالين عليه النهاردة ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم جميعا ونكمل الدراسة.